بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في المحاضرة الأولى اللي هو النيتشر لوغاريتم، هو اللين لوغاريتم الطبيعي، وعرفنا أنه مشتق لين للاقتران هو واحد على الاقتران رقم مشتق الاقتران. يعني لو عندي واي بتساوي لين يو، لو واي بتساوي لين يو، قلنا دي واي على دي اكس بتساوي ايش؟ واحد على يو في دي يو على دي اكس. وخلنا قبل التعريف اللين اكس على ان القدام من واحد لا اكس لا واحد على في دي، مظبوط؟ صحيح. وخلنا تكامل واحد على تي دي تي بيساوي لنا ايش؟ لين ابسولوت صح؟ زائد تي فاكتور زائد سي طبعا. قلنا احنا اللين هو اقتران واحد لواحد واقتران متزايد على مجاله. ايش مجال اللين؟ من صفر الى مدى الاكس. قلنا رسمة المنحنى بهذه الصورة صح؟ واحد اكس هنزل اكس اقوى من صفر صح؟ واي تساوي من اكس بتكون اكس اقوى من صفر دائما، لان ما بتدخلش الا غير على قيم او اعداد موجوده. وبالتالي لو كان الواي بتساوي من اف اكس لازم تكون الاف اكس على نفسها اقوى من صفر، بمعنى لو كان الانتجريال للين اكس ناقص واحد لازم تكون الاكس ناقص واحد موجبه نفسها. ما تقول اكس ناقص واحد موجبه؟ الاكس اكبر من واحد. تصور لو عندي اكس تربيع زائد اكس ناقص واحد مثلا، فانا بدور وين هذا الاقتران موجب ويكون هو المجال تبع الاقتران اللي بعده. ما عليك. المهم لاحظنا ان الاقتران متزايد على المجال اذا هو واحد لواحد، يبقى اكيد له انفرس. هذا الاقتران مجاله الفترة المفتوحة من صفر إلى ما لا نهاية، إيش الرينج تبعه؟ أه صح؟ المدى كل أه، يبقى الإنفرس تبعه حيكون مجال أر والمدى تبعه من صفر إلى ما لا نهاية. الإنفرس للين إكس سموه الإكسبوننشال فانكشن، رمز له رمز إي تساوي إكس أو إي. اكس اختصار غير الاكس بوننشال، لان بنكتبها باختصار اي اس اكس. اي اس اكس الاي هي الهاء والسين الهاء تمام؟ احنا عرفنا الاي قبل هيك. عرفنا الاي ولا لا؟ بل قبل ما يجي اخذنا منه هو تعريفه ان الاي بيساوي واحد لاي لواحد على اي دي تي اللي بيساوي لنا واحد، مظبوط ولا لا؟ زي خدنا التعريف احنا عارفين ان الاي يساوي واحد على اصل ايش اللين اصلا؟ اللين لحاله اختصار هذا لحاله اختصار للوغاريتم العادي للاساسي. فلما اخذ اللين الاساسي بيطلع ايش؟ واحد مظبوط؟ اوكي هذا لاحق. طيب احنا درسنا اليوم اللي هو او السيشن عندنا سبعه ثلاثه exponential function. زي ما قلنا لو كانت f of x تساوي من x والx اقل من صفر هي الدومين، فان ال f inverse له هيكون هو ال e اس x حيث اكس تنتمي الى الارض لكل اكس. هذا ايش الرينج تبعها؟ من صفر لمعنى عكس. الان هذا رسمه اللين، رسمه اللين بالصوره هذه هي واحد صفر اكس واحد. الكي الاكسبوننشال حتكون عندي بالصوره هذه، هذا بيكون هان عندي الواحد وهان اكس صفر الى ما لا نهايه. الدومين كل ار بينما الرينج من صفر الى ما لا نهايه مفتوح تمام؟ طبعا هذا ممكن نحصل عليها لو عملنا الواي بتساوي اكس على هذه الرسمه تبعتها بهذا الصوره. وهذه صوره اللي هذه هي هاوس الاي اس اكس اللي هي الهاوس تمام؟
هذا تعريف الانفرس للانكس. طيب في عندنا معادلات الانفرس او الانفرس ايكويشنز، اف سيركل اف انفرس تساوي اكس، اف انفرس سيركل اف بتساوي اكس. فلو جبنا الان اف سيركل اف انفرس اوف اكس المفروض هذا بتساوي لنا مين؟ اكس. الان هذا لو اخذنا مع بعض هذا تعني اللي هي ايش؟ اف لاف انفرس اوف اكس بتساوي اكس. طيب الاف اللي عندي هي لن اللي جوا، يبقى بصير عندي الاف انا تصير لن الاي اوس اكس بتساوي اكس. مظبوط ولا لا؟ فاللن والاي بنغم بعض كانوا بعطوني الاكس. طيب كمان الاف انفرس سيركل اف اوف اكس برضه حتساوي لي اف انفرس لاف اوف اكس، وهذا المفروض بعطيني مين؟ اكس. الاف انفرس هي اي اوس اكس، اي اوس اكس بهذه حتساوي لي اي اوس اف اكس تساوي اكس. ايش الاي الاف اكس؟ يبقى اي اوس لين اكس بتساوي اكس، برضه هذول كانهم بيشيلوا. كمان مره لين اي اوس اكس بتساوي اكس، واي اوس لين اكس بتساوي اكس. تمام؟ هذه معادلات الانفرس. هذه جت منها من المعادلتين، ما دام هذا وهذا انفرسز هن معكوسات لبعض، وبالتالي التركيب تبع احدهما على الاخر بعطينا الاكس او يسموه الايدنتي فانكشن. تمام؟ مثال من عندك سؤال؟ سؤال واحد في سؤال فوق. طبعا احنا اخذنا قواعد لين ولا لا؟ خواص اللوغاريتم. هذا اصلا الاس ايش بيجي قدام؟ اكس لين اي. طب لما نحكي اكس واحد اكس، تمام هنا اي اس لين اكس على هذا اللي هي بالتعريف تبع الانفرس تبع اي اس لين اكس بيساوي اكس. طيب في أمثلة تطبيق على هذا الكلام، يقول لي solve for x، بعطينا مثال. solve the following equations، بعطينا e اس لين x، e اس لين x ناقص 6 تساوي 4. حل المعادلة. طبعا حل المعادلة لما بدي احل المعادلة يعني بدي احل قيمة اكس. طب الاكس فوق في الاس، ايش اللي بجيب الاس الارض؟ اللين او اللوغاريتم. مضبوط، حاخذ اللين للطرفين. لو اخذنا لين اي اس لين اكس ناقص 6 تساوي لين الاربعة. لين اكس ناقص 6 في 1 لين الاي اللي هي 1. ما فيش داعي للاس بيساوي لنا لين الأرض مش داعي للقوس، وبالتالي لين اكس حتساوي لين الأربعة زائد 6 أربعة 6 بعدين 6 زائد لين الأربعة. ممكن نقسم على 2 يبقى اكس بتساوي لنا 3 زائد نص لين الأربعة، صح؟ والنص بقدر أرفعه فوق القوس بتصير جذر. جذر الأربعة ليه قديش؟ 2. فبتصير 3 زائد لين الاثنين، ونقدر نجيبها باستخدام الآلة الحاسبة. طبعا نص لين الأربعة هو عبارة عن لين أربعة أس نص، والأس في جوة جذر. أوكي كمان أختار الأربعة جذر الأربعة بتصير لين ممكن كمان أحكي الأربعة عبارة عن تربس اثنين صحيح أكثر من ربع. أوكي مثال ثاني، 3 أس واي تساوي 2 أس واي زائد 1، 2 أس واي زائد 1، إيش المجهول عندي هنا؟ واي، يبقى موجود قيمة واي، يبقى إيش نعمل؟ ندخل بين الطرفين، 3 لن
3 اس واي يساوي ايه؟ 2 اس واي زائد 1. يبقى واي في لن الثلاثه بتساوي واي زائد 1 في لن الاثنين. نفك هذا القوس او نوزع اللن على الثنتين، بصير واي لن الثلاثه بتساوي واي لن الاثنين زائد لن الاثنين. اجيب هذه هنا عشان فيها واي، بيصير عندي واي في لن الثلاثه ناقص تساوي لن 2. قسم على واي بتساوي لن 2 على لن. طب هذه مع الطرف بتضرب طب ايش؟ قسمه صح؟ اللي هي 1 ونص 3 على 2 بتصير لن 3. خليها زي ما هي محافظه عادي بيمشي لها كل واحد. يعني نقول لن 3 على 2 بيمشي لها. او خليناها لن 3 ناقص لن 2 وبنعوض فيها بهذا السبب وبالطبع. طيب الان نجيب مشتقل الاي اوس الاكسبوننشال فانكشن اللي هي الانفرس تبعت ال. ايش مشتقل الاي اوس اكس او الهاء اوس سين؟ ايش مشتقل؟ هاء اوس سين. هاء اوس سين صح؟ تاخذ معلومه السابقه. لو كانت واي تساوي اي اوس اكس ماذا يجب أن انتجريشن كما بالمرة نقطة الاشتقاء والتكامل. لو واي بتساوي اي اوس اكس فدي واي على دي اكس بتساوي لنا اي اوس اكس وتكامل اي اوس اكس زائد صح؟ كمان تكامل اي اوس اكس دي اكس هيساوي لنا ايش؟ اي اوس اكس زائد. طيب لو استبدلنا الاكس باي اقتران قابل للاشتقاق وليكن يو، فلو كانت عندي واي بتساوي اي اوس يو وير يو هي عباره عن اقتران في اكس وهي ايش؟ ديفرنشال فانكشن اقتران قابل للاشتقاق. فلما الاشتقاق بيكون عندي دي واي ممكن اعملها على قاعده السلسله صح؟ دي واي على اكس عباره عن دي واي على دي يو في دي يو على دي اكس. دي واي على دي يو عباره عن ايش؟ الان خلي بالك شوي بس. الان لما يكون عندي اي اوس اكس والاشتقاق بالنسبه لاكس هي نفسها. هذا تكون اي اوس يو بتشتغل بالنسبه ليو هي نفسها مظبوط ولا لا؟ اي اوس يو يبقى انا حتكون عندي اي اوس يو في دي يو على اي اكس. اذا مشتقة الاقتران هو الاقتران نفسه هو مشتقة الاس. ولكن هذه حاله خاصه من الان لانه هذا فعلا اقتران في اكس هي اقتران في اكس وقابل للاشتقاق. فمشتقتها بواحد بالضبط. فبتكون هذه حاله خاصه من الان. وبالتالي اذا كانت واي بتساوي اي اس يو فان مشتقتها بتساوي اي اس يو في دي يو على الاس. اي الاقتران نفسه هو مشتقة الاس. الان ناخذ بعض الامثله عليه بس خلينا بالمره نكتب التكامل. برضه نفس الكلام بالضبط. تكامل اي اس يو دي يو هيساوي ايش؟ اي اس يو زائد سي. بس ضروري يكون الاقتران نفسه او الاي في مشتقة الاس. هذا يكون هو مشتقة الاس صح؟ بمعنى لو كان عندي تكامل اي اس اكس تربيع في 2 اكس دي اكس. الان هذا هو مشتقة الاس ولا لا؟ وبالتالي حيساوي الاقتران نفسه زائد سي. الاقتران نفسه زائد سي. لان كده افرض هذه بفرضها بيو تكون التكامل بالتعويض. هذه يو بايش دي يو بتساوي؟ من الاكس دي اكس. صارت اي اس يو دي يو حتساوي لي اي اس يو اللي هي اي اس اكس تربيع زائد سي. يعني انا بقبل بدون فرض غيره. لو كان عندي زي كده المثال الان حليله بالفرض اي اس ساين اكس في كوساين اكس دي اكس مباشره من غير فرض. انا بقول مقبل بدون فرض. هو في محلول هذا بالفرض لا ممكن نحله
ما دام هذا هو مشتقه الاس يبقى الاقتران نفسه زائد سي مباشره. شويه هيك طويل هيك طويل ما انا بقبلها بدون فرق، يعني كانها قاعده مباشره. يعني لما ودك تكامل اي هاي نعملها قاعده اي اس اف اوف اكس في اف برايم اوف اكس دي اكس تساوي اي اس اف اوف اكس زائد سي مباشره. من وين هذا الكلام؟ بدي اعمل لك اياها قاعده، هذه مش مرتبطه بقاعده، نعملها قاعده. نروح على ايش نعمل؟ نعمل اثبات هذا الكلام وبعدين تصير عندنا ايش؟ تصير قاعده مضبوط ولا لا؟ بعد بقول له ها خليه بتساوي اف اوف اكس مشتق الطرفين يبقى دي وحتساوي مين؟ اف برايم اوف اكس دي اكس مضبوط ولا لا؟ مش هذا دي وبعد دي اكس تساوي اف برايم تطلع عندي الان بالتعويض يبقى الانتجريشن اللي عندك بيساوي التكامل لاي اس يو في ديو هذه هي ديو وهذه هي ديو هذا ايش بيطلع؟ اي اس يو زائد سي ايش اليو اصلا؟ اف اس زائد سي يبقى اذا كان اي مرفوع على اس في مشتقة هذا الاس باخذ الدي نفسها الاقران كمان تمام؟ هاي قاعدة مع اثباتها ممكن احنا نعتمدها. طيب نبدا الان بالانتجريشن للاي اس اكس. واضح مفهوم كمان مره والعيب الثاني كمان مره. تكامل اي اس يو في دي يو لازم تكون اللي هاي هو مشتقة الاس، افرض ما كانش مشتقة الاس، يعني مثلا هاي كمان تكامل من صفر لن اثنين من صفر لن اثنين في اي اس 3 اكس دي اكس تمام؟ هذا التكامل افرض ان الاس يساوي يو تمام؟ نفرض الاس يساوي يو يبقى بدي اقول هم لت يو بتساوي 3 اكس عشان تصير عندي ايش؟ اي اس يو بدي احاول اوصلها لصورة القاعدة اي اس يو خلي يو هي 3 اكس يبقى دي يو ايش حتساوي؟ 3 دي اكس مظبوط؟ طب انا بدي بي اكس لحالها اعوض اي اس يو بدي اعوض عنها يبقى كل بي يو بتساوي دي اكس يبقى الانتجريشن اعتبرنا انه اخذ التكامل الاصلي قبل انا بهان هذا عندي حدود تكامل هذه لل اكس لما اكس بصفر لعند اكس بتساوي اثنين لكن الان انا داخل دلاله يو هل بدنا نقول له وين اكس تساوي صفر فان يو تساوي صفر ثلاثة بصفر ان ات اكس بتساوي لن اثنين بتساوي ثلاثة لن الاثنين صح؟ بقدر ارفع الثلاث فوق بتصير لن 8 صح؟ هي الثلاثه هذه من هذا اس اثنين اس ثلاثه يبقى صار التكامل يزيد عندي من صفر لين 8 طيب وبنغير الحدود وبن هذا السؤال كله بدلاله ايوه يصير عندي اذا تكامل من صفر لن 2 لاي اس 3 اكس دي اكس تساوي التكامل من صفر لن 8 لا اي اس يو في مين؟ في دول دي صح؟ دول دي في دول دي والدول طلع برا في تكامل اي اس يو دي من صفر لن 8 هذا ايش تكاملها؟ اي اس يو صح؟ يبقى هتساوي عندي الدولت في اي اس يو مفقوده من صفر لعند الدولت تمام؟ خلي الدولت بقى عندي اي اس لن 8 ناقص اي اس
الاي واللن تشيل من بعض. لكن اتفقنا على الانفيرسز، قلنا اي اس اكس بتساوي اكس، ولن اي اس اكس برضه بتساوي اكس. اللن والاي تمام؟ وبالتالي هذا هتساوي لي ثلث في 8 ناقص 1 يساوي 7. طيب احنا بناخذ شفنا مثالين بس على الاستقاء، اشتقة ال دي اس اكس. عندنا سؤال بس مش مشكلة. لو واي بتساوي اي اس سالب اكس تربيع، ايش المشتقة؟ دي واي على دي اس، ايش بتساوي؟ الاقتران نفسه في مظبوط. طبعا عندي سالب 2 اكس في اي اس سالب اكس تربيع. اوكي كمان لو عندي واي بتساوي اي اس جذر 3 اكس زائد 1، يبقى دي واي على دي اكس ايش بتساوي؟ الاقتران نفسه في مشتقة ضغط البص، مشتقة البص، مشتقة ما داخل الجذر على وهذا نكتبه قدام ونطلع هو الحل. كلام بسيط. طيب خط تقارب افق معنا.
عن بعض المعلومات بالزمن دلاها موجودة لما نقوم نبعلم نجيب طبعا لو اشتقنا 50 مرة بضلها ليسي نفسها زي ما هي Laws of Exponents قوانين الأسس قوانين الأسس تنطبق عنا على الـ DXX على الـ Exponential Function أصلاً اسمه الإلكتروني الأسي فكل قوانين الأسس تنطبق عليه كل اللي بتعرفوه نشوف مثلاً اللي هي قوانين الأسس أول حاجة لو كان عندي لو قبل ما نبدأ نقول x واحد و x اثنين أعداد حقيقية أي عددين for all numbers x واحد و x اثنين the nature of exponential d plus x obeys the following rules الاقتران d plus x يعني يتبع أو يحقق العلاقات أو القوانين الدالية e plus x واحد في أس x اثنين تساوي e أس في الضرب نجمع الأسس ما دام الأسس متساوية نجمع الأسس طيب إي أس إكس واحد على إي أس إكس اثنين هتساوي إي أس أس البسط ناقص أس المقام طيب طبعا إي أس صفر واحد أكيد لأنه إي هو عبارة عن إيش؟ عدد حقيقة 2.7 أي عدد أس صفر بعطينا واحد ثلاثة إي أس سالب إكس هي واحد على اي اس اكس واحد قوانين الاسس احنا حافظينها كمان اي اس اكس واحد كل اس اكس اثنين اي اس اكس واحد اكس اثنين صح؟ نضرب الاس الداخلي بضرب الاس الداخلي في الاس الخارجي كمان هذا ممكن اعملها عباره عن اي اس اكس اثنين كله اكس واحد لانه بقدر ابدل هدول ابدلهم واحطها بهذه الصوره زي ما بدي الاس الداخلي والخارجي اي مرفوع على اس حاصل ضرب على دين بقدر احط اللي بدي اياه اس واللي بدي اياه جوف نشوف مثال على هذا الخواص كاتب انه هي ريشنال نمبر احنا قلنا هل اي عدد حقيقي والار ريشنال نمبر تنفع لكم لاحقا هنقول انه لكل الاعداد الحقيقي اوكي سولف 40 سولف 40 اكزامبل اي اس لن لن من 10 كله مثلا 50 تساوي تمام؟ أنا الآن بدي أستغل خاصية الإنفيرسز الـ إي أس لين إي أس لين إكس هتطلع لي مين؟ إكس فأنا بدي أحاول أحط الإي مع اللين إي مرفوع على أس اللين بس هي دي مناسبة فبقدر أقول أنا إي أس لين 2 من 10 في تي تساوي 4 من 10 هدول مضروبات في بعض ما يعني مضبوط في بعض بقدر احط شيء جوا وشيء فوق فانا بدي اللي فيها هي اللي جوا والتي هي اللي فوق عشان ارتاح من قصه اللين فهذا عباره عن اي اس لين 2 من 10 كله اس تي مضبوط هيك ولا لا؟ لانه برضه الاس الداخلي للخارج بيساوي لنا 4 من 10 من هذا الكلام بصير عندي مين؟ الاي مع اللين بروح بضل عندي أس دي تساوي 4 من 10 بدي أجيب تي باخذ لن يبقى تي في لن 2 من 10 تساوي لن 4 من 10 يبقى تي حتساوي لنا لن 4 من 10 على لن 2 من 10 نجيب خلال حسب أول نسيب الجواب زي ما هو زي ما بدي زي ما تمام حق في اي سؤال؟ واضح الكلام بسيط حتى الان هذا كلام
4 على 10 لا انا خليتها 2 وربع التربيع حكيت انه تي كيف يعني استنى بالراحه بالراحه علي 2 10 تربيع لا 4 على 2 4 على 2 مضبوط هي هذه 4 على 10 بس اوكي انا عارف انك تجيب علاقه بين 2 10 و 4 من 10 وتجيب ازاي The general exponential function. The general exponential function. في تعريف عندي اللي هو الاقتران الأسي بصورة عامة. إحنا اشتغلنا عليه اللي هو natural exponential function. اللي هي الهاء والسين. مظبوط؟ الآن بتاخد اللي هي الجنرال general exponential function ax x احنا طبعا بدنا ناخذ ال a اكبر من صفر فال a اس x هي ال general exponential function احنا ال e حاله خاصه هذا ال a اي عدد حقيقي اكبر من صفر ال e واحد منها اللي هي 2.7 اكبر من صفر بتكون جزء منها a اس x هذا الاقتران عشان اقدر اتعامل معه بصوره بسيطه بعرفه على انه بيساوي ايش؟ اي اس 2 اي اس اكس بتفهم ولا لا؟ صح صح؟ لما تيجي اقول لك روح بطلع عندي مين؟ اي اس اكس هذه هي عباره عن ايش؟ اي اس اكس 2 لان هذا الاس في قدام هم عرفوا اياها بالصوره هذه صح؟ يبقى هذه هي الاصل وهذا ما احتمل مخرج من اي حاجه من هذه الاي سهل علي اكملها واشتقها صح؟ فاي تعبير نفترض اسي بحطه على الصوره هذه اي اس اكس رب اي حاجه حطيها هذه الصوره بتلاقيها بترجع لقاعده مين؟ الاي اكسبوننشال اي اس يو اخذناها اي اس يو سواء في الاشتقاق او كتب كلام بسيط طيب هذا الاقتران الاسي الاساس تبعه ايه اكبر من The laws of exponents in the last theorem is valid for a plus x. قوانين الاسس اللي كتبناها قبل شوية برضه صحيحة بالنسبة للاي بمعنى لو كان عندي a plus x واحد في a plus x اثنين يساوي a plus x واحد تجمع بالضرب وتطرح بالقسم الى اخره. اوكي. طيب. في عندي تعريف بقول لي طبعا هذا السبب ليش حطينا ايه اقوى من صفر؟ ليش حطينا ايه اقوى من صفر؟ لانه اي يعني لازم يكون لازم اللم ما يكونش الا غير على ايه؟ موجب على موجب صح؟ ضروري يكون هذا الشرط لكن الاي برفعها على اي اس كبير الاي الاس تبعها اي عدد حقيقي لكن اللين ما بيدخلش الا غير على ايش؟ الاعداد الموجبه. تعريف for any x اكبر من صفر and اي ان تنتمي الى r بها x اس ان تساوي اي اس ان اللي هي لن x اس ان صح؟ هي بقدر تجيب اللن قدام نطلع عندها بالصوره
صح؟ طبعا عشان نقدر نحط الشرط الاكس يكون ايش؟ هذا الان اي ليس رمزه اي ريال نمبر بينفع لا جذور لا غير ولا ريشنال او ريشنال نسبي او غير نسبي بيمشي الحال. طيب جنرال باور رول فور ديريفاتيفز. جنرال باور رول الصوره العامه او تعميم فور اني اكس اقوى من صفر الان بيشتق لاني بيشتق اكس اس ان. ايش مشتق اكس اس ان؟ ان في اكس اس ان ناقص واحد. احنا اخذناها زمان او كل اللي اخذناه فقط كانت الان انت يا عدد صحيح مضبوط ولا لا؟ تعال مع اعداد صحيحه الان بيقول لي جنرال باور اللي هي القاعده العامه للشطط للاس اقتران الاس اقتران مرفوع للاس هذا ليس جنرال مش لازم يكون عدد صحيح. فلو كانت عندي واي تساوي اكس اس ان فان دي واي على دي اكس هتساوي ان اكس اس ان ناقص واحد بس انا بشرط ان الاكس اكبر من صفر تمام؟ لازم يكون اكس اكبر من صفر لانه هذا الكلام له علاقه بالاكسبوننشال فانكشن. طيب نشوف هالمثال نشوف هالمثال بقول لي ديفرنشيت اشتق لو كانت عندي f او x تساوي x اس x تمام؟ ايش عايز؟ المثال ديفرنشيت x اكبر من صفر find f of x x اس x. طيب الان عندنا اكثر من حل ممكن نقول f x بتساوي x اس x وتساوي e اس x لن x صح؟ صح لان هذا x فوق بصير e اس لن x اس x صح؟ الان هذا سهل على الاشتقاق لان نفترض انها سوف مشتقة الاس ونخلص صح؟ يبقى f برايم اوف x بتساوي الاقتران نفسه x لن x في مشتقة الاس، الاس حاصل ضرب اقترانين صح؟ هاي الاول في الثاني الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الاول هذه هي x اس x صح؟ رجعناها في واحد زائد n تعطينا الف صح؟ طيب نعم ماشي ماشي هذا او القاعده العامه اللي اشتغلنا عليها قبل شوي وضحت لما قلنا واي بتساوي اكس اس ان اشتقينا قلنا ان في اكس اس ان ناقص واحد هذا ريال نمبر بينما الاكس متغير الاكس متغير بينما الان الان ثابت هذا الاكس متغير والاس متغير ما ينفعش تطلع عليها القاعده تمام ما ينفعش اقول بتساوي اكس في اكس اس اكس ما ينفعش ما بيظبطش تمام لهيك هذه لها طريقه خاصه عندي الحل الاول اني ايش اعمل؟ احولها لصفر الاكسبوننشال الناتشرال اكسبوننشال فانكشن على دلاله الاي اي حاجه في الدنيا بنقدر نحولها يعني لو قلت لك السبعه هي عباره عن اي اس من السبعه صح ولا لا؟ اكيد دي معناته نروح بنطلع من السبعه من انفرس فانكشنز فسهل جدا علي هذه احولها لصوره اكسبوننشال الان بدي اشتق الطرفين هذه مشتقتها ايش؟ قلنا لو كانت عندي واي بتساوي اي اس يو فان واي داش بتساوي الاقتران نفسه في مشتقه الاس مضبوط ولا لا؟ في مشتقه الاس اذا مشتقه هذه هي الاقتران نفسه في مشتقه الاس الاس حاصل ضرب اقترانين الاول في مشتقه الاثنين واحد على اكس زائد الثاني للاكس مشتقه الاول واحد خلص اكس واحد على اكس واحد طبعا اكس اكبر من صفر طبعا هذا عشان اكس اللي دخل على اكس لازم يكون اكس موجود صح؟ عشان يكون الحق ان شاء الله واحد زائد الاكس في اكس اس اكس
خلصت. ممكن نعمل حل ثاني. نعمل لنا ثاني. بالضبط بالضبط. ممكن نقول كذلك عندي f x تساوي x أس x. أهم حاجة إن x أكبر من صفر، مظبوط؟ خذ لنا الطرفين، يبقى لنا f من x بيساوي x لن x، صح؟ اشتغل. واحد على الاقتران في مستقبل الاقتران تساوي الأول في مستقبل الثاني زائد الثاني في مستقبل الأول، يبقى هتساوي واحد زائد لن x. خذوا مثل f x عشان احصل على f برايم اوف x بدها تساوي f اوف x اللي هي ايش؟ x اس x 1 زائد لن x. نفس الفكره. بس دائما التحويل لل اي احسن، خليها سياسه عندكم عشان بتساعدنا في اشياء كثيره. اوكي ممكن تكون طيب ده دريفاتيف بوب اي اس يو مشتقة ال اي اس يو. احنا هذا الان تعرفنا عليها بس كتعريف، وقلنا الاي اس اكس هي اصلا ايش؟ قلنا هي عباره عن اي اس لن اي اس اكس، يعني اكس لن صح؟ يا بنكتبها هيك مره مره، يا اما نكتبها واحد واحد برضه عشان واحد يحفظها ويركب الكلام. كيف بدي اشتقها؟ حاشتقها زي ما بستقل بها تماما، بس نحاول نربط بينها وبين الاكسبوننشال اللي احنا حافظينها عشان تسهل الاستخدام. احنا عندنا لو كانت واي تساوي اي اس اكس، فان دي واي على دي اكس تساوي اي اس اكس، صح؟ وقلنا لو كانت اي اس يو فان دي واي على دي اكس بتساوي الاقتران نفسه في مشتقة الاس، مظبوط؟ اوكي. طيب انا الان بحدد لو واي بتساوي اي اس اكس، ايش مشتقتها ال اي اس اكس؟ بقول هذه عباره عن اي اس اكس لل اي. انا ما بضرنيش لو كتبتها بدل ما اكتبها مباشره بعملها بخطوتين عشان ما حدش يسرح فيها. هذه هذه ولا لا؟ بجيب الاكس قدام بتصير اي اس اكس لل اي. تمام؟ طبعا الاي انا عندي ايش؟ اكبر من صفر، هيك اتفقنا عشان اللي بتدخل عليها، صح؟ الان اشتق الطرفين هاد وهاد، يبقى دي واي على دي اكس ايش حتساوي؟ الاقتران نفسه في مشتقة الاس لان الاي اكس، لان لما يكون عندي 5 اكس ايش مشتقتها؟ 5 نص اكس ايش مشتقتها؟ نص اكس ضرب 3 ايش مشتقتها؟ 3. يبقى الاكس في لن الاثنين ايش مشتقتها؟ يبقى اكس لن الاي لن الاي، صح ولا لا؟ وبالتالي هذه وبالتالي حتطلع اي اس اكس لن الاي هي هذه، يبقى اي اس اكس في لن الاي. ايش افادت عن هذا؟ يبقى هذه المفروض في لن الاي اللي هو صح؟ يبقى هذه حاله خاصه منها، تمام؟ وبالتالي مشتقة الـ A أس X هي A أس X الاقتران نفسه في لن الأساس، كيف نحفظها؟ هذا عندي مشتقة الـ A أس X هي الاقتران نفسه، بس بس هذا القاع ايش حضيف عندي؟ في لن الأساس، A أس X تطلع الصورة. طب لو استخدمنا الـ X الـ U صار اقتران هذا. طيب. A أس U هتكون A أس U في الدي يو على على تمام؟ حنشتغل نفس ايش؟ لو كانت الواي بتساوي اي اس يو، حالة اليو عبارة عن ايش؟ اكس اقتران في اكس وقابل للاشتقاق كمان. طيب الان هذا بقدر اكتبها على صورة اي اس يو يو لن اي، تمام؟ الان نجيب دي واي على دي اكس، لكن الواي اقتران في يو، يبقى هي عباره عن دي واي على
على بيو في بيو على بي اكس. لما اشتق البي لواحد النسبة، لما اشتق بالنسبة ليو تماما بقبل قاعدة الاكس، لأنه اقتران في اكس واشتقته بالنسبة لاكس، اقتران في يو واشتقته بالنسبة ليو نفس الفكرة. يبقى الاقتران نفسه بالابن الاساس، يبقى هو الاقتران نفسه بالابن الاساس. هذا عبارة عن A أس U في الـ A في DU على DX. هذه هي مشتقة D على DX لمين؟ لـ A أس U. يطلع عندنا الاقتران نفسه في الـ الأساس ومشتقة الأس. إحنا كنا نقول الاقتران الـ E أس U وين راحت؟ لما كانت عندي Y بتساوي E أس U، فدي واي على دي يو على دي اكس اساس بتساوي الاقتران نفسه مشتق الاس. صح، يبقى هي الاقتران نفسه مشتق الاس، بس اجت جديد في لن الاساس. ليش؟ لانه هذا كان لن الاساس بواحد فاختفى وظهر جديد، فهذا انا بدي اخذ بالي منه. اوكي، الانتجرال للاي اس يو اللي هو تكامل كالاي اس يو، كيف بدي اكمل ال A و C؟ كيف بدي اكمل A و C؟ لو كملت هذا، كملت هذا عملية عكسية، الاشتقاق أو التكامل عملية عكسية. الاشتقاق. الاشتقاق، أوكي. طيب هذا انا معطيك اياه مثال تحت في اخر الصفحه كيف نثبت هذا الكلام. تمام؟ هو عندنا قاعده ذا انتجرال او تكامل اي اس يو دي يو بتساوي اي اس يو على لن الاساس زائد سي. تمام؟ في الاشتقاق بنضرب في لن الاساس. تكامل بنقسم عليه. نحن في الاشتقاق العادي، يعني التركيب مش اكثر، عشان نضرب بس. لما كان عندي اكس تربيع مثلا تشتق اثنين مضروبه من اكس وبطرح واحد. في التكامل بتصير اكس بضيف واحد وبقسم على الاس. يبقى هنا بضرب وهنا بقسم، يبقى القصه هنا لن الاساس. في الاشتقاق بضرب في لن الاساس، في التكامل بقسم على لن الاساس عشان نحفظ. تمام؟ هذه من وين اجت؟ في الهرس. ولا قصه ولا حاجه، انا حتسوي هنا زي اكسرسايز او بتحول فيه. ايش انا قلت لكم؟ ايش القاعده عندي انا عشان اقدر اشتغل هذا الكلام؟ التحويل الى اي اس. تمام؟ يعني انا على السريع هذه عباره عن اي اس يو في دي يو بالتحويل. لو فرضت هذه رمز دبليو واي زد اي حاجه واجيب البي يو بدلتها وكامله هتلاقيها تطلع عندي اي اس، اي اس كذا. تمام؟ بتلاقوها بسيطه، تحاولوا فيها نسيبها للضبط، كتبوها. هذه المفتاح في الاشتقاق في التكامل هي احولها الى اي اس، اي اس اي اس للعدد للعدد نفسه بيطلع عندي مباشرة. طيب فايند ديريفاتيفز اند انتجرالز او التكاملات والاشتقاقات التالية. كلام بسيط كله، بده دي على دي اكس لثلاثة أس إكس. قلنا إن الاقتران نفسه من الأساس. صح؟ ومشتقة الأس واحد. مش هيك؟ هذه A أس يو. A أس يو جنرال. في A أس إكس قلنا مشتقتها بتساوي A أس إكس في إيش؟ في A. A أس يو مشتقتها الاقتران نفسه من الأساس في مشتقة الأس. مظبوط ولا لا؟ هاي قاعدتين خلينا قدام. اللي بعده بده دي على دي اكس ل 3 اس
صاين اكس هذه يو ايه اس اقتران يبقى تعرفوا عندي الاقتران نفسه لان التلاتة في مشتق سدس تمام تركوها ما تركوها ايه طيب بدي التكامل اثنين اس اكس بعد ما قدامي اس التكامل 2 اس اكس 2 دي اكس الاقتران نفسه على 2 الاساس مباشر تطبيق مباشر الاقتران نفسه على 2 الاساس طيب تكامل 2 كوساين اكس كوساين اكس دي اكس ساين الاف اللي هي عباره عن 2 كوساين اكس على 2 انا بقول خلي يو بتساوي لي ايش؟ ساين اكس يبقى دي يو ساين اكس اصلا هذا دي يو ناقص يو التكامل حيساوي تكامل 2 اس يو في دي يو ونساوي 2 اس يو على لن زائد اكس رجع له الاصل يبقى 2 اس اكس على لن 2 زائد اكس وقلت لنا اعتبرها قاعده اللي هي لو قلنا تكامل A أس F of X بآخر القاعدة of X dx طبعا كل هذه الاقتران المشتقة موجودة وقابلة يعني معرفة والشروط تبعت الرياضيات تبعت حتطلع عندي A أس F of X على لين من A زائد C مباشرة ممكن نعتمدها طبعا هذا بتيجي بالتعويض مضبوط؟ كده